قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن شيبه صاحب المصنف ثقه سبت الامين رواه الجماعه الا الترمذي. قال حدثنا ابو معاويه. ابو معاويه محمد بن خازم الضرير وهو من ادره الناس اصح كتاب اصح الناس كتابا في الاعمش وكان يرى الارجاء. نعم. قال عن الاعمش. الاعمش سليمان بن مهران اذا قال حدثنا اخبرنا فعد عليه بالنوارز كما قال الذهبي من اساطين المحدثين. قال عن ابي صالح. أبو صالح ذكوان أبو صالح الزمان السمان الزيات وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على مكثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات نعم رجال المسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا أبي. أبوه أوثق منه أبوه أوثق منه. نعم عبد الله بن نمير. قال حدثنا الأعمش. وهذه من لطائف الإسناد من رواية الأصاغر عن الأكابر بل رواية الأبناء عن الآباء. نعم. قال عن نفيع. الأعمش سليمان بن مهران. قال عن نفيع أبي داود. نفيع أبي داود الدارمي الأعمى قال في الأسماء متروك الحديث قال البخاري يتكلمون فيه قال أبو حاتم منكر الحديث. شوف أقصى ما يتكلم به البخاري في الراوي قال يتكلمون فيه هذا أقصى ما يمكن أن يجرح به البخاري المرء. نعم. قال عن بريدة الأسلمي. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. نعم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معصرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. قال المصنف. والمعنى بعد حله يعني بعد حلول الأجل. فبعد حلول الأجل ينظره. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهو من الثقات وثقه أبو حاتم وثقه النسائي وغيرهما. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن علي الذي قال لا أحل أحد يقول إسماعيل بن علي وقد قالوا ذلك ولذلك أحمد كان يتورع يقول إسماعيل بن إبراهيم وأما شافعي قال يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي. قال عن عبد الرحمن بن إسحاق اختلف فيه وثقه ابن معين وقال ابن قطان ضعيف ولكن البخاري قال ليس ممن يعتمد على حفظه. قال عن عبد الرحمن بن معاوية. قال عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن معاوية وهو مضاعف قال الإمام أبو حاتم ليس بالقوي قال ابن معين لا يحتج به قال الدارمي ثقة قال ابن مديني ثقة والصحيح أنه يحتج بحديثه. قال عن حنظلة بن قيس. حنظلة بن قيس ذكر ابن حبان في الثقات. نعم هو في طبق أعلى طبقات التابعين. قال عن أبي اليسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معصرا أو ليضع له. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار نسقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا أبو عامر. أبو عامر العقدي. نعم أبو عامر العقدي وثقه ابن معين وقال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا شعبة قال عن عبد الملك بن عمير. ابن عبد الملك بن عمير قال ابن معين قال ابن قال ابن معين عنده تخليط قال أبو حاتم ليس بالحافظ وبعضهم قال ثقة إلا أنه يخطئ في حديث أو حديثين والحق في هذا الباب أنه الحفظ خوان هو يهم فهو مقارب للإسناد يعني حسن يحتج به صالح للاعتبار. قال سمعت ربيعة بن حراش رضي الله عنه أرضاه. لا ربيعة بن حراش. ربيعة بن حراش أعتقد ربيعة من صغار الصحابة عامة لو تابعي هو من الثقات لكن أعتقد فيه صحبة يريدك تبحث عنها بعدها انظر فيها ابحث عنها بعدها. ربيعة بن حراش عن يحدث عن من؟ حذيفة. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حذيفة من اليمن صحابي ابن صحابي حذيفة من الأخيار وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاءه عمر بن الخطاب وهو يقول أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولا أزكي أحدا بعدك. يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له ما عمل فإما ذكر أو ذكر قال إني كنت أتجوز في السك إني كنت أتجوز 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 في السكة
في السك مسكوك يعني في السكة اللي هو النقود يعني. لا النقود في السكة أو في السكة مسكوك من مسكوك في السكة والنقد وأنذر المعصر فغفر الله له. قال أبو مسعود أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة الإنذار إنذار المعصر هو من الأدب جزية الجنة إنذار إنذار المعصر وهو من الأداب وهذه من حسن الخلق من النبل الذي يظهر فيه الإنسان. وكما قلنا دائما في القاعدة أنه كما تفعل مع عباد الله لا يفعل الله معك فجزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا وجزاء جزاء إنذار المعصر عظيمة. في مسائل ثلاثة في هذا الباب. أولا جزاء من أنذر معصرا وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أو في كل الأحاديث التي مرت. أول ما نقول من فضل إنذار المعصر بأن الله جل وعلا ينذره يوم القيامة. من أنذر معصرا فإن الله يعامله بما عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنذر معصرا كان له بكل يوم صدقة. هذا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. من أنذر معصرا من أنذر معصرا فهذا تيسير عليه والتيسير عليه يجعل له التيسير يوم القيامة عند الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. لكن الكلام هنا في وعكات وأيضا البلايا التي يمكن أن تكون في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة والشدة واللواء والمشقة العظيمة التي يتحملها الناس فإن الله تعالى ييسر عليه في مثل هذا الموقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معصر من يسر على معصر التيسير على المعصر بأمرين إما بالإسقاط كلية يعني بالإبراء وإما بالتسامح معه في والإنذار وإما بالتسامح معه وبالإنذار. يبقى إذن هذه إما أن يكون قد أسقط وإما أن يكون قد أنذر فهو بهذا يكون قد يسر على المعسر ومن ييسر على المعسر ييسر الله عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فمن يسر على المعسر وكان له ما له من الدين عليه فإن الله جل في علاه يكافئه بالتيسير عليه في الدنيا. يسر عليه بالإسقاط أو يسر عليه بالإنذار فإن الله في 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 مثل هذه الظروف ييسر عليه إما بالإنذار وإما بالإسقاط ترقيقا لقلب الآخر عليه كما رق قلبه هو للآخرين. ما قلت دائما في هذا الباب يمكن أن يستأنس ما جاء من الإسرائيليات بأن موسى مر على رجل وهو فقير فقال له سل ربك ما لي عنده فقال الله جل في علاه لك عنده 40 غنى و40 فقرا فقال سل ربك أن يجعل 40 غنى في أول الأمر فجعل كذلك فمر 40 ولم يفتقر الرجل حتى تعجب موسى وسأل ربه جل في علاه فقال الله عبدي فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا فكيف أغلق عليه بابا هذا الباب وحده. فهذه المسألة كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ومن فضل إنذار المعصر أيضا ما زلنا في نفس المسألة الأولى ومن فضل إنذار المعصر في هذا الباب هو عظيم الحسنات وهذه الحسنات بلا المضاعفات. فالمضاعفات عند الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتبة بأنه قال من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة وقال منهم حسنة فعملها فاكتبوها له بعشر أمثالها بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مبهمة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. من هم بحسنة فعملها ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فهنا فيها ما فيها من الأجر وثبوت الأجر وتضاعف الأجر في الدنيا قبل الأخيرة. فقال بكل يوم صدقة يعني هو أعطاه 100,000 قرض فهو له بكل يوم 100,000 صدقة وفضل الله يؤتيه ما يشاء سبحانه جل جل في علاه. ومن أنظره بعد حله بعد حلول الأجل أنظره قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فله مثله في كل يوم صدقة يعني هو لو كان أقرضه 100,000 ففي كل يوم كأنه تصدق عليه بمئتي ألف وهذا من الله جل في علاه. وهذا لفضل أو مكان أو عظيم مكان تفريج الكربات على الناس وأن من سعى إلى أن يفرج الله به الكربة فإن الله يفرج عنه كربة من كربات يوم القيام. أيضا ما زلنا في فضل إنذار المعسر وهو أن الله جل في علاه إذا رأى من العبد أنه قد أنذر معسرا فإن الله يظله في ظله يوم لا يظل إلا ظله. وطبعا هنا إذا قلنا بأن الله يظل في ظله فالله ليس له ظل على الراجح الصحيح وأن الظل ليست
الظل ليس صفة من صفات الله جل في علاه، ولكن المقصود هنا بالظل هو ظل العرش. المقصود هنا بالظل هو ظل العرش، لأنه قد ورد الأحاديث عن سبع ظلهم الله تحت في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فذكر في الحديث قال يوم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذه دلالة واضحة جدا على أن كل ذكر للظل مضاف إلى الله جل في علاه، فالمقصود به هو ظل العرش، المقصود به ظل العرش. ولذلك قال فلينظر معسرا أو ليضع عنه، فانظر. فهنا الفضل في التعامل مع المعسر هو الإنذار أو الإسقاط، الإنذار أو الإسقاط. وأعظم من ذلك أجرا بأن الله تعالى يأتي يوم القيامة فيقال لرجل كان في مسند أحمد يعني له نشرت له سيئاته، فقيل له ما فعلت من خير؟ قال لم أفعل خيرا قط. قال لم أفعل خيرا قط، فما زالوا خلفه حتى قال إني كنت يعني أتجوز أو أتسمح أتجوز في السكة والنقد وأنذر المعصر، فإنه كان يبعث عماله يتسامح ويكون من الرفق مكان عند المبايعة والشراء، وكان ينذر المعصر أو يسقط على المعصر. فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك فأدخله الجنة. قال أنا أحق بذلك منك فأدخله الجنة. لذلك قال فغفر الله له، فغفر الله له، لأنه كان أحسن الناس تعاملا مع الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. هذه المسألة الأولى التي لملمت لنا شمل الباب. وأما المسألة الثانية في إنذار المعصر، في إنذار المعصر، الحق بأنه إن كان معصرا وحل الأجل وجب إنذاره، وجب إنذاره. والإنذار وإنذار المعصر هنا من الواجب بمكان لعموم قول الله جل في علاه فناظرة إلى ميسرة. قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا نقول بأنه إن وجد الغريم، إن وجد المدين بأنه كان على فقر وكان على ضيق وضيم ولا يستطيع أن يعطي في نفس الأجل، فإنه أفضل ما يتعبد به المرء لربه جل في علاه أن ينظره، بل يسقط عنه، لكن قلنا أقل الأحوال أن ينظره إلى أجل آخر، وهذا على الوجوب، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يبقى إن كان الوصف منطبق ذو عسرة فوجوبا لابد من الإنذار. المسألة الثانية بأنه لا يجوز حبس المرء في دين، لا يجوز حبس المرء في دين إلا في حالة واحدة، إن كان غنيا أو إن كان غنيا أو إن كان متلاعبا فهذا يحبس في ذلك. أما إن كان نشيطا وإن كان ساعيا في رد الدين لا يحبس في دين، لا يحبس في دين. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الحديث منطوق ومفهوم، مطل الغني ظلم، إذا مطل الفقير ليس بظلم. الحكم هنا مطل الغني الظلم يحل عرضه وعقوبته. طب مطل الفقير ليس بظلم ولا يحل عرضه ولا يحل عقوبته، لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. فإذا هذه المسألة الثانية تضبط لنا الباب بأسره، وهو بأن إنذار المعصر صار واجبا وأنه من الفضل بمكان. وأما بالنسبة للكلام على إنذار المعصر، حبس المعصر أو عقوبة المعصر، فإنه لا يجوز إن كانت قد تكاملت مع يعني الأسباب والشروط وارتفعت الموانع. يعني نقول بأن الغني إذا جاء للفقير وقال له ما معي فلا يجوز له أن يعاقبه ولا أن يرفع عليه قضية، وهذه منتشرة جدا في حتى في الأوساط الملتزمة، يعني يأخذ الوصل الأمانة أو يأخذ هذه الشيكات ويقدمها على أخيه، يقدمها ويعلم أنه معصر. وإذا وأنا تحدثت مع رجل تصريحا هو يتهمني أن أنا جيت عليه وظلمته، لأنه أراد أن يقدم الشيكات على أخيه المسلم وما ما ليس معه ما 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 عنده مأوى حتى ولا طعام، فقلت له ما يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فقال أنا أفعل ذلك حتى لو كان له مال يخرجه. طب هو لا يخرجه على أولادي، هو هيحتبسه، لا يخرجه على أولادي. فقلت لا يجوز، ولا يجوز أن تأخذ بالظن. وقال أفتاني من أفتاني بأنه يجوز أفعل ذلك، لأن هناك من لا يعرف ولا يفقه هذه المسائل العلمية، أفتاه فقط قال هذا متلاعب فاحبسه، ورجل كان بشهادة الشهود أنه كان منظرا حقا، كان معصرا حقا، فكان لابد عليه أن ينذره. فلذلك نقول وجوب الإنذار
وعدم وحرمة العقوبة إن كان معصرا، وهذا قدر الله، فعليه أن تتكامل عنده المروءة والشهامة، فأن يسقط عنه أو ينظره، وبهذا يكون قد أخذ الحظ الوافر والنصيب الأعظم عند ربي جل في علاه أجرا وثوابا. أما إذا فعل فقد سقط حقه، وإنه بذلك آثم عند ربه، وسيحاسب يوم القيامة. نعم. فضل التيسير، فضل التيسير، وهذا على العموم، فضل التيسير وهذا على العموم. مراعاة أحوال المكلفين، خير الناس من يسر على الناس، خير الناس ينفعهم للناس. قال: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر مؤثرا أو ليضع له. الرد على الجبرية، من وين الرد على الجبرية؟ الله قال جزاء العمل ممتاز، وهم يقولون العمل لا فائدة فيه، هم يقولون العمل هو الله، لذلك قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك أن تبتل بالماء. هنا قال: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر مؤثرا. فإذن هنا أخذ بالسبب للنجات. الفائدة الأخيرة: فضل العفو، فضل العفو. كنت أتجوز، نعم، فضل العفو. إن كان المعسر معسرهم بأنه مبذر، فهل إنظاره مرضاة لله؟ إن كان مبذراً فهو يعتبر سفيه، لكن إن انطبق عليه الوصف أنه صار معسراً فإنظاره مرضاة لله، وإنظاره واجب أيضاً. يعني إن كان معه المال وكان استطيع أن يرد لكنه تسفه بالمال، هذا لا يحل عقوبته أيضاً، هو عقوبته فقط في الحجر عليه، الحفاظ على المال، لكنه لا يحل عقوبته لأنه معسر، فتطبيق الآية فيه إنذار المعسر. فنظرة إلى ميسر. يقول المعسر، المعسر هل له أن يستدين لسد دينه الأول؟ المعسر هل له؟ يستدين لسد دينه؟ لا، ليس له أن يستدين لسد الدين، ينظر حتى ييسر الله عليه. وهذا نص حديث: إن كان ذو عسرة، فهذه نص الآية نص حديث، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعض العلماء، أنا ما رضيتش أشير إلى ذلك، يجعلها خاصة في الربا، في دين الربا فقط، وقول جرير الطبري، والصحيح أنها على خلاف ذلك، المسألة على العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر آخر، هو لو ألجأه لذلك هو عاصي، آثم بذلك، إن ألجأه لذلك هو آثم.